الاخبار من الحدث. المبعوث الامريكي يلتقي وزير خارجيه عمان في مستهل زياره لمسقط، يلتقي خلالها اطرافا فاعله في الازمه اليمنيه. الجيش اليمني يتحدث عن تراجع للميليشيات في المشح والكسارة، ويتهم الحوثيين باستهداف مأرب بصواريخ باليستية. مع ارتفاع أعداد وفيات كورونا باليمن، أطباء وأكاديميون في المهجر يطلقون نداء لحماية الكوادر الطبية. أهلا بكم. من العاصمة العمانية مسقط، كشف السيناتور الأمريكي كريس ميرفي في تغريدة عن تطورات جولة ليندر كينج الخامسة للمنطقة، وذلك بعد اجتماع المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندر كينج بوزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي وبرفقة ميرفي، والذي اعتبر في تغريدته أن وقت السلام في اليمن حان، وأشار إلى أن سلطنة عمان يمكن أن تلعب دورا حاسما في الأزمة. وفي واشنطن، تتعرض إدارة الرئيس جو بايدن لحملة ضغط جديدة لإنهاء المعاناة الإنسانية في اليمن، ولكن هذه المرة من الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي، حيث التقى مشرعون بقيادة السناتور بيرني ساندرز بمستشار الأمن القومي جيك سوليفان، وذلك لحثه على التسريع في التوصل إلى حل ينهي الأزمة. رحلات مكوكية لمبعوث الرئيس الأمريكي تيموثي ليندر كينج للمنطقة من أجل التوصل لحل سياسي ينهي أكبر كارثة إنسانية في القرن الحادي والعشرين حسب ما تقوله وزارة الخارجية الأمريكية. تكثيف الجهود هذه من قبل المبعوث الأمريكي ونظيره الأممي مارتن جريفيث يأتي في جولة خامسة استشارية، ويتزامن مع زيارة لوفد أمريكي عالي المستوى يتوجه للسعودية والإمارات ومصر والأردن. أنا غير متفائل بأن الولايات المتحدة يمكن أن تحرز تقدما في ملف اليمن، فالإدارة تفتقد أدوات الضغط وليس لديها قوات على الأرض مثل العراق وسوريا، وحاولت الاتصال بالحوثيين وفشلت. الإدارة الأمريكية تواجه ضغوطاً من الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي بقيادة السيناتور بيرني ساندرز من أجل إنهاء الحرب ووقف المعاناة الإنسانية في اليمن، وهم يطالبون أركان الإدارة بالعمل من أجل التسريع لإيجاد حل سلمي وضمان عودة الفرقاء إلى التفاوض من خلال لقاء مع مستشار الأمن القومي جيك سوليفان في البيت الأبيض. هذا في الواقع هو ضغط لحافز إنساني في الدرجة الأولى. هناك الكثير من التركيز الإعلامي على المعاناة في اليمن، ومن الممكن للإدارة أن تحقق نجاحاً في إرسال مساعدات إنسانية جديدة. المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أكدت أن جهود الإدارة بالعمل على إنهاء الحرب والتواصل مع المشرعين لإنهاء ما أسمته بالحرب الكارثية في اليمن. ورغم الضغوط التي تتعرض لها الإدارة من المشرعين، إلا أنها ترى بأن إنهاء الحرب في اليمن لن يتم إلا بتكاتف دولي وعبر آلية أممية في مجلس الأمن، رغم رفض الحوثيين العودة للتفاوض. نادية البلبيسي، الحدث، واشنطن. من القاهرة ينضم إلينا وضاح الجليل، الكاتب الصحفي اليمني. أهلا بك سيد وضاح معنا على شاشة الحدث. إذن الجولة الخامسة لليندر كينج في المنطقة، وهناك حديث عن أطراف فاعلة سيلتقي بها في مسقط العاصمة العمانية. ما الذي يحمله ليندر كينج هذه المرة، ومن هي هذه الأطراف التي ربما يلتقيها هناك؟ نعم، تحية لك أستاذة إنجي ولجميع السادة المشاهدين، وكل عام والجميع بخير. المبعوث الأمريكي من الملاحظ أنه يكثف أنشطته في المنطقة وزياراته، ويريد أن يفرض منطقة الولايات المتحدة في رؤيتها للسلام في اليمن بشكل عاجل
ودون الخوض في التفاصيل، وهي أيضا رؤية تعبر عن ارتباك وعدم وجود رؤية موضوعية ورؤية في تفاصيل الأزمة اليمنية وفي كافة مسبباتها ومآلاتها. ربما يكون لدى ليندر كينج رغبة في اللقاء مع مثلا قيادات في المجلس الانتقالي، وربما تكون هناك أطراف أخرى من تلك الأطراف المتواجدة على الأرض وتسيطر على مناطق معينة ولديها ميليشيات هنا وهناك، بمعنى أن الرؤية الأمريكية بقدر ما هي مرتبكة في تعاملها مع الملف اليمني بقدر ما هي أيضا تساهم في تعزيز الحرب وتعزيز الانقسامات وتعقيد المشهد أكثر فأكثر، وأيضا فتح باب لحروب أخرى متجددة. الأزمة اليمنية يفترض أن تتعاطى معها الإدارة الأمريكية كما هي وفق القانون الدولي الذي تتعاطى به. يعني هناك احتمال للقاء حوثي وانقلاب على مع أعضاء من المجلس الانتقالي، هذه اللقاءات محتملة مع ليندر كينج، ولكن ماذا عن طرف الحوثيين، خصوصا أنه حتى الآن الحوثيون يرفضون دخول مارتن جريفيث المبعوث الأممي إلى صنعاء؟ نعم، الحوثيون وبسبب الإجراءات الأمريكية الأخيرة منذ صعود بايدن إلى الرئاسة شعروا بفائض من القوة المفرطة، قوة سياسية على الأرض وقوة أيضا سياسية وحماية دولية لهم توفرها لهم الولايات المتحدة، لذلك يصعدون في تعاطيهم على كافة الأصعدة، سواء على الميدان بهجومهم على مأرب منذ 3 أشهر وأيضا بالهجمات على المملكة العربية السعودية، وسياسيا برفضهم كافة المبادرات والجهود الدولية وحتى رفض لقاء مارتن جريفيث الذي يحاول بشتى السبل أن يقدم لهم كل ما يرضيهم أو ما يناسب رغباتهم وطموحهم. إذن الولايات المتحدة ساهمت من خلال إجراءاتها برفع العقوبات عن الحوثيين وتعاطيها مع الملف اليمني بهذا الشكل المتساهل وتمكينهم أو بمعنى إعطائهم ضوءا أخضر لكل ما يمارسونه، ساهمت في أن تستمر الغطرسة الحوثية وتتصاعد على عكس ما كانت عليه قبل صعود بايدن إلى الحكم. الحوثيون الآن لديهم تقدير عالي لقوتهم العسكرية، يعتقدون أن بإمكانهم الاستمرار في هذا الوضع في الهجوم على مأرب والسيطرة عليها، بل وتجاوز مأرب والسيطرة على مناطق أخرى ما بعد مأرب، ويعتقدون أيضا أن بإمكانهم الاستمرار في قصف دول الجوار وخصوصا المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي بشكل عام بما في ذلك الملاحة في البحر الأحمر، وأن على المجتمع الدولي وعلى جميع الأطراف أن تذهب إليهم لتقديم التنازلات لهم، وكل هذا يحدث بسبب إجراءات وقرارات الإدارة الأمريكية. نعم تفضلي. طيب، يعني اليوم هذه الجولة الخامسة لليندر كينج ومعه مسؤولون أو مسؤولين أمريكيين آخرين يزورون المنطقة لوضع حد للحرب في اليمن، برأيك هل هناك يعني توجه من قبل إدارة بايدن لإنهاء هذه الأزمة خصوصا مع الضغوط الداخلية في الولايات المتحدة حول الأوضاع الإنسانية؟ إدارة بايدن وضعت لنفسها هدفا ضمن أهدافها خلال الحملة الانتخابية إنهاء الحرب في اليمن، لكن دون أن توضح تفاصيل إنهاء الحرب وما هي الآلية التي يمكن أن يتحقق السلام فيها في اليمن. الآن نلاحظ نشاطا محموما للولايات المتحدة ليس فقط عبر المبعوث المعين، بل أيضا عبر مسؤولين آخرين يتوجهون ويتحركون في دول المنطقة، وذلك يكشف عن نية وعن استعجال لدى الولايات المتحدة لفرض تسوية في اليمن بأي شكل كان. والولايات المتحدة بقدر ما تعلن وتصرح بأن الملف اليمني معزول عن الملف النووي الإيراني، إلا أن الحقيقة أن هذا هو ملف أو ملف تفاوض وملف ابتزاز بين الطرفين، والولايات المتحدة تريد أن تعطي تنازلات لإيران في اليمن من أجل تحقيق نفوذ أو من أجل الحصول على تنازلات من قبل إيران في
مناطق أخرى مثل العراق وسوريا. لذلك المشهد سيتعقد أكثر، لأن مثل هذه الإجراءات تمكن الحوثيين وتمكن إيران من النفوذ أكثر في اليمن، وبالتالي تعقيد المشهد أكثر. والجميع يعلم أن المشكلة هي الحوثي وليس طرف آخر. نعم، تفضلي. أشكرك جزيل الشكر من القاهرة، وضاح الجليل الكاتب الصحفي اليمني، شكرا لك. أعلن وزير الدفاع اليمني محمد المقدشي مرحلة جديدة من التعبئة والإسناد لرفض الجبهات في مأرب والالتحاق بالمعسكرات لمساندة الجيش الوطني في حربه ضد المشروع الإيراني في اليمن. إعلان التعبئة جاء خلال اجتماعه مع قيادات عسكرية وأمنية، وأيضا بحضور السلطات المحلية في محافظات عدة لمناقشة الوضع العسكري في الجبهات وخصوصا في مأرب لمساندة الجيش وتحرير صنعاء وصعدة وبقية المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين. في مرحلة جديدة من النفير العام والتعبئة الشعبية لتصدي لمخلفات الإمامة والكهنوت الحوثية وأذناب العمالة لإيران، ليس فقط لتأمين محافظة مأرب الآمنة بجيشها ورجالها وقبائلها الأحرار، وإنما لتحرير العاصمة صنعاء وصعدة وكل ذرة من تراب الأرض اليمنية واستعادة الدولة والحرية والكرامة وتخليص شعبنا الصامد الصابر من أدوات الموت والدمار والحقد والانتقام. أعلن الناطق باسم الجيش اليمني عبد مجلي أن قوات الجيش والمقاومة الشعبية تواصل تقدمها في كافة الجبهات وتلحق خسائر كبيرة في صفوف الحوثيين. إن أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية يواصلون التقدمات وتحقيق المكاسب على الأرض والتصدي لكل التسللات والهجمات المعادية من قبل الميليشيات الحوثية الإنقلابية، سواء في جبهات صرواح والكسارة وهيلان والمشجح والمخدرة وجبل المراد والعبدية، حيث تخسر الميليشيات الحوثية الإرهابية يوميا العشرات من عناصرها، بالإضافة إلى تدمير العديد من الأسلحة والآليات والأطقم والعربات المدرعة، وتستعيد قوات الجيش الوطني العديد من الأسلحة والذخائر المتنوعة. جبهة المشجح والكسارة التي كسرت فيها الميليشيات الإنقلاب الحوثية، وتعد جبهة المشجح والكسارة أكثر الجبهات اشتعالا خاض فيها جيشنا الوطني المعارك العنيفة ضد الميليشيات الحوثية خلال الأيام القليلة الماضية، وكبدوها خسائر فادحة في الأرواح والأعتاد. كما تم تنفيذ عدد من الكمائن المحكمة استهدفت فيها مجموعات من عناصر الميليشيات الحوثية، واستعاد أبطال الجيش أسلحة متوسطة وخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة كانت بحوزة تلك الميليشيات الإنقلابية. واصلت ميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران استهداف المدنيين والنازحين في محافظة مأرب بالصواريخ البالستية وكذلك الطائرات المتفجرة المسيرة، كما أن قصفها وقنصها استمر على المدنيين في محافظة الحديدة. نتج عن ذلك القصف والقنص الإرهابي إصابة مدنيين بينهم أطفال ونساء، وهي أعمال مدانة وترقى إلى جرائم حرب، وهذا ما يحتم علينا من هنا تجديد الدعوات من أجل تجريم الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، والعمل على مراجعة تلك القرارات التي أخرجتها من قوائم الإرهاب وإنزال أقصى العقوبات بقيادتها ومحاكمتهم دوليا ومحليا. شن الجيش والمقاومة هجوما مباغتا على عدد من المواقع كانت مركز فيها الميليشيات الحوثية في جبهة الفاخر غرب مديرية قعطبة شمال غرب محافظة الضالع، وتمكنت قواتنا من خلال تلك العمليات الهجومية القوية تحقيق انتصارات هامة، وتم تحرير عدة مواقع ومناطق وأهمها سوق الفاخر بالكامل وقرية الفاخر وكذلك منطقة حبيل العبدي، وتم إلحاق الخسائر الكبيرة في الأرواح والعتاد بالميليشيات الحوثية، وما زالت المعارك مستمرة. كشفت مصادر الحدث أن القيادي الحوثي صالح بن علي عايض الشريف والمعين من قبل الميليشيات مديرا لمديرية مجزر بمأرب قتل في جبهة المشجح غرب المحافظة، لكن ميليشيات الحوثي كانت تكتمت على سبب وفاته حين أعلنت ذلك الخميس. وفي جبهة الكسارة غرب مأرب أعلنت قوات الجيش اليمني أنها شنت هجوما نوعيا على مواقع كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثي وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيات. ضرب الجيش الوطني
نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مسؤول يمني لم تسمه أن الحكومة تشكو تلكؤ المنظمات الأممية في الاستجابة لمطالبها وللناشطين الأفارقة المنادين بتشكيل فريق تحقيق دولي حول إحراق اللاجئين منتصف مارس الماضي. المسؤول اليمني قال إن هناك تجاهلاً أمامياً لمطالب الحكومة التي خاطبت أكثر من جهة، متهماً المنظمات الدولية باستخدام لغة وصفها بالناعمة في التعبير عن إدانتها لانتهاكات الميليشيات، رغم رفض الحوثيين حتى اللحظة السماح لأي فريق مستقل بدخول مناطق سيطرتها. تحت شعار معا لحماية الكادر الصحي في اليمن، أطلقت مجموعة من الأطباء والأكاديميين اليمنيين في المهجر نداء لحماية الكوادر الطبية المحلية. المجموعة لاحظت أن عدد وفيات القطاع الصحي الناتجة عن الإصابة بكوفيد 19 بلغ أكثر من 165 طبيبا وعاملا صحيا، وأن جهود إسناد قطاع الصحة ليست بالمستوى المطلوب الذي يحد من خطر تهديد حياة اليمنيين، خاصة الأطباء والعاملين الصحيين. هم الذين يتصدرون الصفوف الأولى لمواجهة جائحة كوفيد 19 وآثروا البقاء في اليمن لخدمته عوضا عن الهجرة. وطالب الموقعون على النداء بتوفير الدعم المطلوب للطواقم الصحية وتأمين احتياجاتها من اللقاحات لضمان استمرارية خدماتها للمجتمع، كما طالبوا السلطات في صنعاء بسرعة الاستجابة لتسلم اللقاحات وتوفيرها للكادر الصحي ولمن يرغبون في الحصول على لقاح كوفيد 19. وناشد الموقعون على النداء أطراف النزاع في الداخل بالتعاون الجاد وتغليب المصلحة العامة وحماية اليمنيين الذين يواجهون ظروفا معيشية صعبة. بين قصف ميليشيات الحوثي الانقلابية المتواصل ورصاص قناصاتها والفقر الشديد، لا يجد سكان حي الشريف أو الشرف الواقع في ضواحي مدينة تعز سبيلا سوى البقاء محاصرين في منازلهم لعدم قدرتهم على النزوح إلى مكان آمن. أوضاع إنسانية صعبة يعيشها سكان حي الشرف شرقي مدينة تعز بسبب استهداف ميليشيات الحوثي الانقلابية التي تحاصر المدينة منذ سنوات لحيهم. سكان وناشطون أكدوا تعرض المدنيين في الحي للخطر بشكل متواصل نتيجة قصف مدفعية الميليشيات ورصاص قناصتها الذي لا يفرق بين طفل أو امرأة مسنة. يعيش سكان الشرف مديرية صالة محافظة تعز أوضاع مأساوية، ومنها القنص واستهداف المدنيين والحصار وصعوبة إيصال المساعدات إلى هذه المناطق لكونها بعيدة. وبين قصف الميليشيات ورصاص قناصتها والفقر، لا يجد سكان حي الشرف في مدينة تعز سبيلاً سوى البقاء محاصرين في منازلهم لعدم قدرتهم على النزوح إلى أماكن آمنة. الساكنين في هذه المناطق غير قادرين على السكن داخل المدينة كونهم لا يستطيعون توفير الإيجارات، يعيشون بأوضاع صعبة. كاميرا الحدث
رصدت حالة أحدى الأسر المعدمة التي تواجه ظروفاً مأساوية مع مرض أحد أفرادها وعجزه عن الحركة لفترة طويلة وعدم تمكن الأسرة من مغادرة المنطقة. تقريباً مش معهم حق الإيجار ولا في معهم حق لقمة العيش، كيف كلهم معهم فلوس إنهم بيوجهوا العلاج؟ طبعاً ما حد راضي يجلس هنا بين القنص ولا حد راضي يجلس هنا أنت تقريبا ما يقدروش يخرجوا بالليل من عند الباب. حالة هذه الأسر المحاصرة فقمها عجز السلطات المحلية عن مساعدتها وغياب الدور المطلوب من منظمات الإغاثة المحلية والدولية لتقديم المساعدة المطلوبة لهذه الأسر. أخبار من الحدث. المبعوث الأمريكي يلتقي وزير خارجية عمان في مستهل زيارة لمسقط، يلتقي خلالها أطرافاً فاعلة في الأزمة اليمنية. الجيش اليمني يتحدث عن تراجع للميليشيات في المشرح والكسارة ويتهم الحوثيين باستهداف مأرب بصواريخ باليستية. مع ارتفاع أعداد وفيات كورونا باليمن، أطباء وأكاديميون في المهجر يطلقون نداءً لحماية الكوادر الطبية. مشاهدينا شكراً لكم وإلى اللقاء. انطلاق العملية يعني ساعة الفجر الأولى وتقدمنا يعني بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل جهود الأبطال من الجيش الوطني واستطعنا وبحمد الله التقدم نحو خط الإمداد لجبهة المشح وتم قطعها نهائيا بعد السيطرة على ثبات الأمن وحملة الصيد وهذه أكبر لحظة للأكاذيب ميليشيات الحوثي عندما نزلوا خبر أمس أنهم استطاعوا أن يسيطروا على اللوان 125 ومعداته وعداده فالآن الخبر ما ترى لا ما تسمع شاهد معداتهم تحرك أمامك شاهد يعني كيف معطلة صحيح أكثر من 15 طق أكثر من العشرات من الأسرى والعشرات كذلك من القتلى وهذا كله بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل أخواننا من التحالف